الاتحاد التونسي للأعلام الجمعية ومراقبون يقدموا لكم برنامج بلديتي، برنامج يهتم بكل ما يخص الانتخابات البلدية الجاية. اليوم خميس، حاضر محمد وغايب إبليس. اليوم حلقتنا اللي تعودتوا بها بلديتي، بلديتي اللي متشد الوقت من نص نهار ونص الماضي ساعة، باش نعطيكم فيها كل الجديد وكل المعلومات اللي تحبوا تعرفوها على الحركة الانتخابية والبرنامج كامل كيفاش قاعد يمشي. موعدنا ديما معاكم في لقاء أسبوعي، هذيا هو اللي نحبكم ديما تبعونا على موجاتنا الإذاعية 99.9 بشراكة مع الاتحاد التونسي للأعلام الجمعياتي وشبكة مراقبون، واللي يتزامن مع 9 إذاعات أخرى جمعياتية. حلقة اليوم باش تركز برشا على العريضة الحاكمة وعلى زادة القوائم اللي ما نعرضوها ولا ما نعرضوهاش وين وصلنا. هذي الكل احنا باش نعرفوه مع سيد فوزي الفضيلي منسق الجهوي للإدارة الفرعية للانتخابات بتوزر، وباش نحاولوا نبسطوا زادة للمواطن ونزيدوا نعرفوه كيفاش، وبرشا حاجات هو ما يفهمهاش اما احنا هنا موجودين باش نفسروها له. نسمعوا مع بعضنا النغم هذايا ونرجعوا لكم. مواصلين ومازلنا باش نرحبوا بضيفنا السيد فوزي الفضيلي. مرحبا بك سي فوزي. مرحبا بك، مرحبا من جديد افهم. شنو احوالك؟
الحمد لله. والله حسينا هزينا وقتك برشا كل خميس واحنا نعيطوا لك. مشكور زيدا زميلك اللي مكلف بالاعلام زيدا سي معز، مشكورين ديما بصراحه وانتم موجودين. هي وقت هنا يعاوننا في البرة زيدا نخدمون ورشة. الحمد لله حاجه باهيه برشا التعاون هذا اللي ما بينكم. سي فوزي انا والحاجه مسمح لك النيوز انتخابات ونرجع ونناقشوا شويه الموضوع. نيوز انتخابات. نشرت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتوزر الاثنين والثلاثاء القائمات الأولية للناخبين المسجلين في جل الدوائر الانتخابية البلدية الستة في الولاية، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل وبعد القيام بتحيين القائمات وشطب المتوفين وإضافة القائمات التكميلية. وبين منسق الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر فوزي الفضيلي أنه وقع نشر القائمات الانتخابية في مقرات البلدية بكل من توزر ونفطة ودقيش وتمغزة وحامة الجريد وحزوة، وبلغ العدد الجملي للمسجلين لغاية الآن 69,170 ناخب. وأوضح أن حملة التسجيل الأخيرة لم تشهد إقبالا من قبل المواطنين ولم يتجاوز عدد المسجلين 100، أغلبهم طلبة من المؤسسات الجامعية بالجهة. فتحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات باب الاعتراض على قائمة الناخبين للانتخابات البلدية 2018 ابتداء من يوم الأربعاء 6 ديسمبر 2017 إلى غاية يوم الجمعة 8 ديسمبر 2017 أثناء توقيت العمل. وأضافت الهيئة أنه يمكن الحصول على المطبوعات الخاصة بمطالب الاعتراض من مقرات الإدارات الفرعية أو تحميلها مباشرة من موقع الهيئة www.easy.tn. ويذكر أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان نشر في شهر نوفمبر المنقضي رزنامة الانتخابات البلدية المقرر إنجازها في 25 مارس 2018. ما زلنا مواصلين في نفس السياق أعزائي المستمعين وتواصلوا معنا ونعود ونرجعوا لسي الفضيلي. سي فوزي احنا سمعنا الاخبار هذية، الاخبار هذية للتو يعني حاجة اكسيلون ظهرلي لخصنا فيها حلقة اليوم الكل، ولكن احنا باش نحاولوا مع السادة المستمعين نفسروا اكثر، لانه ساعات المستمع فما كلمات ما يفهمهاش، فما كلمات ساعات كي ننطقوها بالعربية ما يستوعبهاش. احنا لهنا باش نحاولوا نبسطوا، هذيك هي يعني خدمتنا لهنا باش توصل المعلومة للمستمع. اعطيني ساعة فكرة على الاعتراض ساعة باش نحاولوا بالحق للمستمع ايش معناها كلمة اعتراض. صح بالحق هي الميكرو لو سمحت. هي يعطيك الصحة سلوى بالحق، هتستنى المسائل هذه واللي بوكا بضم التكنيك الانتخابات. مازلنا تم برشا مازلنا يحبوا يعرفوهم، واحسن انه كيف نفهموهم نتابعوهم اكثر والمسار الانتخابي كل واضح ونجح اكثر خاطر هذيك هو القلب معناها شو نقول لك البروكسيميتي نتاعنا، ان نحاولوا نقربوا لماكسيموم بوسيبل للمستمع نتاعنا باش يعرف، لانه ما عندوش وين باش يمشي، يلزم كان يسمعنا ويتبعنا وهكاك بعد ما نلوموش عليه. وما تسالناش اشكاليات في المستقبل. خاطرنا هالانتخابات وعشنا تجربه 2014 انا حطيتوني في المركز الاقتراع الفلاني وانا حبيت نحول، في بالي نحب ناخذ في البلاصه الفلانيه في مركز اقتراع اخر، راهي تم اجال فيها نشر قائمه الناخبين هذيا على ذمه العموم، واللي صارت 4 و5 ديسمبر كما كنت تحكي في التقرير يوم 4 و5 ديسمبر صار نشر القائمات لدى العموم مقر البلديات مقر الإدارة الفرعية. معناها كل واحد يحب يفسر أي يعرف يمشي يطلع خاطر تم شكون يسجل ويحب هو تم خطأ تم اسمه. وتعرف أهم حاجة في المسار الانتخابي واللي هي تبدأ الباز نتاعنا اللي باش نخدموا عليها القاعدة اللي هي نخدموا بها انتخابات تكون شفافة ونزيهة هي السجل الانتخابي. نهار اللي يكون السجل الانتخابي دقيق وشامل دقيق وشامل وبيانات الموجودة فيه كاملة صحيح راه نضمنه أحسن لتكون انتخابات أكثر شفافية ونزاهة ووضوح وتضمن أكثر مشاركة لعدد المواطنين.
حاجة باهية واضحة وتكون معبرة. أنا نحب نعبر على نختار رئيس بلدية توزر كدائرة بلدية وين يكون اسمي في بلدية توزر يكون الاختيار انت عايزة. كان نبدأ أنا مرسم في قائمة انتخابية لدائرة في بلاصة أخرى يواني ما نجمش نصوت له ما يصيرش تعبير كما اللي نحبه احنا ماهي الاعتراض هو فترة الاعتراضات هذه حلتها الهيئة هي مسار معناها مرحلة من مراحل الدورة الانتخابية أي. حلتها الهيئة من يوم 6 ديسمبر حتى يوم 8 اليوم الجمعة اللي هي تو موجودة وعندنا في الإدارة الفرعية موضعين القائمات ونماذج الاعتراضات تختلف الاعتراضات فيها طلب تصحيح خطأ بقائمة الناخبين أي. أنا المواطن يجي اسم يجيب بيانات في عندنا في النموذج بيانات المراد تصحيحها وعنوان ناخب المراد تصحيح اللي حب مثال يكتشف أنه في وقت اللي احنا عملنا عملية عملية النشر القائمات تكون هو يرى أن تم بيانات ناقصة مثلا ولا جات غلطة تم هذه فرصة الاعتراض باش المواطن يصلح يصلح إذا كان ورد ينجم حتى مثلا إذا هو سمحني ينجم كان يسكن في بلاصة ونقل هذيك التحيي ولي تحيي نستعمل في عملية تسجيل في بريود تسجيل بيه صار التحييل معاش النجم معاش نجم توكل الاعتراضات على وجه الخطأ علاش احنا نعطو يجي مواطن يسجل نعطو توصيل انا نعطي توصيل مسجل مثال في مدرسة ابو القاسم الشابي توزر اي غدوة يجي يشوف السجل الانتخابي سبحان الله تصير تصير يبدأ روحها في في حي المطاع شباط ولا حي المطاع يجيب التوصيل ويعترض ويجيب الوثائق اللازمة أنه هو السيد دائرا يمسجل في كذا ونصلحه قرأوا الهيئة تأخذ القرار ويتم الإعلام بالقرارات المتعلقة بالاعتراضات هذه في أجل أقصاه يوم الأربعاء 13 ديسمبر والهيئة تتولى الهيئة الإعلام عن قائمات النهائية للناخبين بعد انقضاء أجل الطعون في أجل أقصاه يوم الثلاثاء 2 جانفي 2018 هذا وجب ما زال فيهم الوقت معناه زال عنا الوقت والمواطنين توا عندهم حق الاعتراض تم طلب اسم شطب اسم بقائمة الناخبين تم طلب تصحيح خطأ بقائمة الناخبين تم طلب ترسيم تم شكوني هو مسجل أنا بلقيش اسمي في القائمة يجيب ما يثبت ذلك أنه سجل وكذا وعندنا نموذج عمرة اللي هنا في اسم ولقب الناخب المراد تسجيله عنوان الناخب المؤيدات تاع نسخة من كل وثيقة تثبت صفة القرار فيها برشة معناها عندنا في النماذج موجودة عندكم نموذج حاضر تعطوه يعمروا على موقع الهيئة أو بمقر الإدارة موجودة متوفرة وجبت منهم أنا تولى النماذج فيهم اللي طلب ترسيم اسم بالقائمة الناخبين هذا وش يكون الاعتراض أو شطب تصحيح خطأ طلب تصحيح خطأ تم شطب تم وما هم يكون من له الصفة ما يجيش واحد ما يجيش اللي طبعا بالحق حد ما يهز بلاصت حد عندنا سجل في الإدارة الفرعية واخذينه نتاع سجل الاعتراضات فيه العدد وقديش عندنا موضوع الاعتراض هل هو ترسيم اسم أو شطب اسم كما كنا نتكلمه أو تصحيح خطأ هذه هي الاعتراضات وش تكون باه المواطنين يطلعوا على صفة بسيطة جدا يطلعوا على قائمة الناخبين إذا واحد اكتشف فيها ثم اسمه مش موجود يطلب ترسيم اسم ياخذ النموذج نتاع الاعتراض اللي يخص ترسيم اسم او شطب اسم او تصحيح خطا اذا كان تم خطا في بيانات متعلقه به باهي سي فوزي لهنا جاتكمش اعتراضات والله الى حد الان احنا في النهار الثاني معناها تعرف 7 و8 تاريخ الاعتراضات فتح الى حد الان مازال الغدوه هو معناها ماهيش حاجه اللهم دقيقه 90 احنا موجودين انتم موجودين ما عندنا حتى اشكاليه احنا بالعكس وين ما يكون السجل واضح وما فيش اخطاء وكذا خاطر انا نتمنى توا يجوا يعترضوا ويصلحوا اذا كان تم خطا ولا حاجه خير ما يجينا على الانتخابات انا اسمي مش وقتها سيره كتب القلم وجف قول خاطر ينجم يكون عند اسمه زاد مكتوب بالغلط بيانات غير صحيحه راه نهار ما نجموش وانتم معليش عملتوا المجالات هذيا باش يكون السجل منظم واضح ودقيق عندهم المواطنين عندهم تاريخ واجال انا ماناش وحدنا
سجلنا جبناهم في قائمات اي انت لا ها عندك فرصة هذه القائمات لعل عندك بيانات صحية غير زي. لعل اسمك مش مرسم لعل اي حاجة احنا موجودين كان باش نسلم بالعكس احنا لا تعاوننا هذه الخدمة دي تعاوننا نهار اخر مثلا مش لا احتجاج لا حد شيء انا نذكر 2014 رغم انه كان سجل والله باهي 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 ورغم ذلك تم شكون جال جاتكم مشاكل معناها مع العشرة انتها اصبحت عبد الإدارة او يعني او اسمي مش موجود او وهي المواطنين ما راجعتش قبل ما تبتتش من اساميها من البيانات انتها قبل في وقت هذاك علاش احنا تو نجولهم باش يزيدوا يثبتوا ويتأكدوا واللي مسجل يتأكد من روحه مسجل ولا موجود في القائمة في انا مدرسة في انا فهمت في انا مركز ارتراع اقرب واحسن وعنا الباهي عنا الحق نحس السجل باهي توا وشامل حتى المشطوبين حتى الوفيات الناس توفت في الفترة الأخيرة الله يرحم من مات يرزق من عاش بصراحة صارت شطب أسماهم أمواه السجل يكون حتى حتى نظافة نظيف وباش ما هي حتى قبل كتصير أنا ينجم تلقى في السجل اسم متوفى نجم تلقى أي آخر نهار آخر دقيقة مثلا كمال لله ما ينتخبوش أي خطر ما يجبش تولي أغلبية معناها هكذا يبدأ السجل وين يكون دقيق ويكون يعبر على الوضعية الحقيقية يكون أحسن ويكون أسهل في الخدمة نهار أخر الحمد لله احنا هذاني نفركسوا فيه خاطر نحبوا حاجه خدمه نظيفه حاجه متقونه والمواطن معناها يبدا ننوروا علاش كيما قلنا نعملوا في الحصص هذه الكل باش نحاولوا بكل دقه ان نوصل للمواطن ويفهمنا ونفهموه واحنا موجودين لهنا لاي تسائل المركز نتاعكم كيف كيف محلول لاي تسائل والا يرجعوا زاده للشبكه للانترنت وينجموا يدخلوا www.tunisieeasy.tn هكا ولا هذيا هو معناها موقعكم اللي تنجموا سادة المستمعين الكلكم تدخلوه وتشوفوا يا سيدي انت مثلا ما عندكش وقت باش تمشي البلديه ما عندكش كذا تدخل على الانترنت تدخل للسيت ومن طريق السيت تعرف هل ترى باش تعمل اعتراض باش تعمل حاجه وفما دي كوبي معناها نماذج تعمرها وتبعثها له وهكيك ربما يزيدوا حتى تسهلوا الخدمة عليكم وعلى المكاتب الكل والمجال مازال مفتوح حتكشي الغدوة يعطيك صحة سي فوزي على هذا التوضيح باش نسمعوا مع بعضنا لو كنت رئيس بلديتي كان جيت رئيس بلديتي وجيت انا رئيس بلدية وان شاء الله نولي رئيس بلدية اول حاجة الزبلة انا كرئيس بلدية نعمل الاحل ثاني حاجة اللي هي التوزرية كل تشكوا منها اللي هي بلاصة السوق وثالث حاجة هي الكياسات والاراضي اللي هي صاير زاد برشا مشاكل عليها اول قرار نعمله نختار مجموعة تكون امينة على المشاريع اللي باش نقدم ثاني حاجة البنية التحتية نبدأ طلب الطرقات وكل الحاجة الثالثة اللي هي حشاك الزبل كي جيت رئيس بلدية والحاج قدوا الكياسات ونشوف أنا كرئيس بلدية إن هذا دور البلدية باش تقد وباش تنظم سير أمور البلاد كل كسوة الحياة تضمن حياة كريمة للمواطنين كيف ماشي موش روايح حناتنا كان جيت رئيس بلدية أول حاجة نخمم فيها نخمم في اللي هي تزر ولاية سياحية ديجا اقتصادها مبني على السياحة اللي هو كان مثلا كن نرجع نشوف الاثنية يلزمني نشوف صوناد والستيك كل ما يتعمل الاثنية جديدة يرجعوا هما يحفروا نرجع نشوف معاهم هما نبقى ديما وراهم باش البلاد ديما تبقى محافظة على المظهر السياحي متاعها كان جيت انا رئيسة بلدية اول حاجة ناخد الامور بجدية قدر اللي قاعدة نشوف فيه معناها الاغلبية يجوا يشدوا الكراسي معناها حاجات من فوق لفوق خدمة بينو ناخد مؤمك نجين لحقيقة الامر وندقق في الحكاية نلقى معناها الاكثرية سايبة واللي يجي يقولك اني نخدم وما فما حد شيء اول حاجة لازمنا نشوفوا الشباب على خاطر عنا شباب طاقة بشرية لازمنا نستغلوها ونوفروا لهم ظروف ملائمة وحاجة جديدة معناها باش تخدم البلاد خاطر الشباب طاقة ولازمنا نستغلوا الطاقة هذية باش معناها نقدموا بتوزر ولازمنا نعملوا حاجة جديدة للبلاد
سي فوزي كنت تسمع معنا انتظارات العبيد اذا كانوا هما رؤساء بلدية شنو باش يعملوا زعما اللي متقدمين للترشحات باش يعملوا لنا هكا زعما ان شاء الله رانا ولينا خايفين كل واحد يشد كرسي يوي احنا منه والله راك نسمع هو امال معلقين على المواطنين على البلديه بالحق باش تغير البلديه كل شيء كل ما وين تسمعها في الاعلام في الشارع وين نخرج وين يجونا ساعات اخي وقتاش الانتخابات باش يعملونا ويعملونا والله تحسها مسؤوليه كبيره كبيره مسؤولية باش يخدم الانتخابات ومسؤوليه حتى باش يشد رئيس حرب حتى احنا حسوا بصراحه كبيره باش يشد معناها مناش باش نخوفوا العبيد اما على الانتظارات اللي نشوفوا فيها من الناس ونسمعوا المستمعين شنو طالبين حكم في حاجه كبيره كبيره برشا عليها برشا مال كبيره وما تعرف العمل على رب ان شاء الله ان شاء الله اللي يكون اللي يجي يكون موفق احنا نتوفقوا زاده في ساعدوهم ان يكون اختيارهم نعبروا على اختيار المواطنين وعلى امالهم خاطر فما حاجات كي تسمعها او زيادة يقولك نركزوا على وجود الشباب واحنا في نفس الوقت نشوفوا زيادة فما عزوف من الشباب في نفس الوقت زيادة كان ترجع للستاتستيك نتاع التسجيل كان تشوف التسجيل الشباب والمسجلين في الجمهورية على المستوى الجمهورية على كامل الجمهورية مش كان في توزر بركة هاي ضعيفة جدا وتوزر نسمى محظوظي نسبتنا خير من برشا بلايز شوية شباب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله خاطر ديما يقولك ماذا بينا ولتنا عقدة انه مسؤول يبدا كبير في العمر معناها باش يمشي بترافه مهوش باش يمشي بنظرية الاجيال الجديدة وان شاء الله ان شاء الله نشوفوا نلقوا شباب ينورونا معناها يحطونا حاجات او الشباب ما يشاركوش مش كان راه مش كان الهيئه هي اللي تساهم في مشاركه الشباب انت وين ودعمك للشباب زيدا ولا الاعلام برك راهو بيئه كامله ومعناها وجو كامل معناها وانت راجع هذا اللي يدور بالشباب هل ترى هو يشجع الشباب بالشارك في الحياه السياسيه ولا مش كان الهيئه نجم نخدم احنا عملنا حملات توعويه وتحسيسيه ومهم انت مشاركتوا معنا فيها وخرجنا للشارع ومشينا المؤسسات الجامعيه ومشينا الليسيات ومشينا لدور الشباب ومعنا الاعلام ديما الشباب ومشاركه اما ديما يبقى الجو العام هو اللي ساهم في مشاركه الشباب ولا مش كان الهيئه احنا عنصر من العناصر اللي نحاولوا اي وهذه دعوه زايده لمجتمعنا انه يهيئ ارضيه للشباب ما يزيدش زايده كي يشوف راهو شفت صدقني لهنا الشاب كيف يشوف معناها حاجه من الاول ظلمه باش يخاف ما يدخلش على الاقل اعطيه انت بصيص من الامل اعطيه دفع اعطيه حاجه معناها ونعرفوا شبابنا يحب المجازفه وكل مش شبابنا ما تجيناش الثوره كل مش شبابنا ما تصيرش الانتخابات هذيا نعطوهم شويه ثقه وبقدره ربي كل شيء يتعدل بيه صدقني حتى في الخدمه احنا ديما ماذا بينا نشاركهم لماكسيموم بوسيبل خاصه شباب الجهه يكونوا فاعلين ويكونوا فاعلين ويخدموا معنا وهم اللي يساهموا في حتى في المراكز في مكاتب ومراكز الاقتراع برشا لمونيك الدخل في الناس الشباب جدد وريسي كانهم ينجموا تم عندنا زملاء وعندنا وخيان معايا وهم راهم بليزموا صحاح معناها في الاداريه تقول لك تخدم انت انسان ما عندوش تجربه في الاداره في مركز اقتراع مكتب اقتراع اعطيه ثقه تو يولي عنده تجربه خليه كيما انت لقيت فرصتك تو غيرك يلقى فرصته حاولوا يعطيك الصحه سي فوزي على حضورك معنا وعلى زياده توضيح النقاط هذيا ولقائنا يجدد معنا ان شاء الله في الاسبوع القادم ان شاء الله كذلك مواضيعنا ما زالت متواصله واحنا نبقى ونتبع فيكم لحظه بلحظه وان شاء الله ما نخليوش حاجه للمستمع ما يعرفهاش نحبوا نسكل اي تسائل يجيكم ميساج حتى كان تخليونا اقتراحاتكم على صفحه الفيسبوك www.djeridfm.com والا تتصلوا بسيد فوزي ديريكت هو موجود ومتطوع باش يعطيكم في الاداره الفرعيه في كل وقت شكرا للناس الكل اللي تابعونا على موجاتنا الاذاعيه 99.9 شكرا زيدا للجانب التقني زميلتي ساره ابو عليك والى مستمعي اذاعه جيريدا فام الى اللقاء الاتحاد التونسي للأعلام الجمعياتي ومراقبون قدموا لكم برنامج بلديتي